بصراحة بديش أعزف، بس الخوف أسعد الله صباحكم بكل خير. الليلة عندنا مغامرة، ومغامرتنا الليلة وين؟ في مكة المكرمة. طبعا المغامرة راح تكون إن شاء الله في مبنى، يقول المبنى هذا مبنى مختبرات طبية سابقا، الله أعلم، هذا الكلام اللي وصل عندي، ويقولوا أنه مسكون ومهجور له من أكثر من 30 سنة، الله أعلم. فالليلة طبعا بروح الموقع، وعد تعرفون مغامراتي في وسط الأسبوع مغامرات استثنائية، مغامراتي في الويكند نهاية الويكند دائما مغامرات يعني ثابتة، يعني تعرفون بعض الأحيان أغامر في وسط الأسبوع، بعض الأحيان ما أغامر في وسط الأسبوع. وزي ما قلت لكم الوقت يدل إنه متأخر، أغلب الناس ناموا، وأنا رايح الليلة طبعا راح أستكشف هذه البناية، ممكن في أحداث ممكن ما في أي شيء، عشان الواحد اللي يجي يقول لي عبد الله والله ما في شيء وفي شيء، ترى انا بستكشف هذه البنايه. اوكي، ربي يعطيكم العافيه، وانتظرونا لين اوصل الموقع. اسعد الله صباحكم بكل خير حبيبي المتابعين في كل مكان. يوم جديد معكم الليله، المغامره عبر العنبر من مكه المكرمه، ومغامره جديده طبعا مغامرتنا الليله بهذه البنايه، مبنى المختبرات الطبيه كما وصل عندي الله اعلم. كالعادة ما عندي لا معزز ولا مرافق ولا أي شخص معاي في الموقع، ما غير الله ثم أنتم. وأي ملاحظة أي استفسار اكتبوا على هاشتاج تويتر المغامر عبدالله العنبري. الآن الساعة 1:05 و6 دقائق تقريبا صباحا، ونقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد؟ في أحد في المكان؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت غريب في المكان يا جماعة،
يا جماعة أبغى أشوف إيش كان بالضبط هنا. بسم الله. أخاف حد يجي يسحبني، تخيلوا يطلع شيء كذا فجأة يسحبني للداخل. العنبر انتهي خلاص، يصير قبره ده. لا إله إلا الله. شكلها ميخ بالداخل صح؟ شكلها شي جوا كان معايا شخص آخر. كان والله نزلت الداخل شفت لكم إيش في الداخل. بسم الله. وكان في ميت أو شيء كان في الداخل. كان شميت ريحته. يا جماعة ما في لا ريحة ولا في شيء في المكان. استكشاف خاص. شوفوا قبل كيف التراب اللي طلعوا فوق كذا، يعني شيء عميق في الداخل. شو التراب؟ تراب كثير طلع. دور كنز. بسم الله. بسم الله يا جماعة. في احد جوا؟ في احد في الداخل؟ في احد؟ بسم الله يا جماعة. أنا ما أقدر أجازف وأنزل داخل هذه الحفرة. شايفين هذه الحفرة؟ لازم يكون معي شخص معزز أقل شيء يكون برا. فما أدري أنا صراحة أحس الصوت. الحفرة هذه بلا زحف تحت في الأرض، ما أدري إيش في داخله داخل الحفرة هذه صراحة. شوف كمية التراب اللي طلعوا، يعني شيء عميق في الداخل. الله يحفظنا. ما أدري إيش في داخله. هذا مبنى يا جماعة. ايش مسوين هنا؟ في احد؟ طلع الدور اللي فوق. بسم الله. أنا يا جماعة أنا فترة الانتظار أرفع السنابات، سنابات جدا ضعيفة. أولع هذا النور عشان النواميس. قسم بالله العظيم أنا لابس أسود، ذبحون النواميس. هذا الشاب جدا استفيد منه أنا صراحة. ما كنت أريد. في أحد؟ إذا في جن يا جني اندر لي برا هنا. يا جني يا جني اندر. اتكلم حجازي معليش. يا جني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. والله ما يبالي امزح معاهم. يا جني اندر.
صوت غريب في المكان يا جماعة. هذا الباب والله وانا قاعد اصور هنا اتفق بزيادة. هذا الباب قاعد اسمع صوت، سامعين في صوت في المكان؟ فك الباب زيادة، ما في هواء في المكان يا جماعة. سمعت الصوت؟ بالله يا جماعة، البناية هذه فيها صوت خبط. شوف الباب ترد، فيها خبط وضرب غير طبيعي في المكان. هذا الباب يفك ويسك. بسم الله، في حد؟ بسم الله، والله شكل الباب تسكر جوا. في حد؟ في حد؟
في صوت باب شكله تحت تسك. بسم الله. بشر في المكان يا جماعة، شوف ما في أثر خطوات بشر أبدا. في أحد هنا؟ سك الباب. شوف الغبار. انا قاعد افكر يا جماعه ابغى انزل الحفره، ايش رايكم انتم؟ انا عيني قاعد افكر ابغى انزل الحفره وبادخل داخل جوا، ايش رايكم؟ تؤيدون بالفكره؟ صراحه ابغى استكشف الحفره. وبسبه النواميس قاعد افكر اني اصور لهذا صراحه. شيء غريب صراحة والله يا جماعة. بجد بجد والله أنا بخرج من التوتر، أروح تحت بشوف. يا حد دور الباب تسك تحت هنا لهنا. شوف الباب تفك، شكل الباب هذا، شوف مردود مردود الباب. تخيل طلع كذا قدامي الان شيء ابيض كذا وقف قدامي يقول لك انا طلعت من الحفره. بسم الله انا قاعد افكر انزل نفسي انزل الحفره هذه. مشكلة ما حد معي. الله في حد جوا في الداخل؟
ينزل كذا في دخلة في اليمين الحفرة تودي في اليمين. بسم الله. الحفرة تودي في اليمين يا جماعة. مدري كم متر جوا. ايش رايكم؟ ما شاء الله يحبكم لي. كلكم تقولوا لا تنزل لا تنزل لا تنزل. انا الساعة 3 فجرا. انا ودي انزل صراحة. وكان معاي معزز واحد اقل شيء بس. صورت لكم انا لو انزلت في الداخل لو ما عرفت اطلع كل شيء كان واحد معي والله العظيم لو نزلت في الداخل وصورت لكم. انا خوفي لو انحشرت في الداخل لا سمح الله. شايفين لو انحشرت وما عرفت اطلع لازم واحد يدخل يطلعني. انا ودي والله اني بدخل ابغى اشوف ايش في جوة الكهف. كهف مغارة دي حفرة. كلكم طالبين اني ما انزل خلاص. طيب والله الخصم بيتفجر عندي صراحة. اهلي ما يدرون اني انا نازل مجنون ابغى انزل الحفرة. والله لو يدرون يجوا يطلعوني يمسكوني من اذاني ويطلعوني يا زين الحفرة هذه شوفوا. تخيل تخيل الحين انا اصور يطلع كذا شيء اسود من الناحيه الثانيه يقول تعال عبد الله ادخل داخل. والله لا ادخل. لو انت في الداخل جن او ايش كان اطلع طلع طرفك وقول تعال عبد الله. والله لا اجيك. والله لا اجيك وانا حالف بالله لا اجيك. اطلع وقول تعال عبد الله او اعطني اي اشاره. والله لا اجيك صراحة. ودي اجازف بس الخوف. لا انحشرت في الداخل. العمق تقريبا متر وعشرين سنتي. انا عندي رجلي دبي جربت حنزل. طلب كبير جدا من متابعيني ما انزل. انا والله العظيم قلت ان لو كان يعطيني اشاره من الداخل شيء اي واحد يتكلم والله الانزل. خلاص بايعها بايعها قبر قبر. اهلي طبعا ما يدرون ان انا في هذا المكان. طبعا طلب كبير جدا جدا اني انزل الحفره وراح نلبي الرغبه طبعا. بسم الله سمعتم الصوت. رح ارجع لك مرة ثانية والله بإذن الله ألاقي معزز قوي كفو ورح أدخل الحفرة وأصور لكم. طلب كبير جدا جدا من المتابعين في الانستغرام وتويتر وفي الخاص. والله الخاص انفجر عندي جوال حتى بيعلق يا جماعة. أرجوكم لا تتصلون على السناب لا تتصلوا على السناب. ربي يعطيكم العافية. خلاص والله ماني نازل. لو انتم شايفين هذا الحفرة خلاص شايفين أحلى سيلفي سيلفي فخم. شايفين؟ خلاص حتى الجن يشوف مو راضي يطلع. طبعا جماعة الخير ربي يعطيكم العافية. وأي ملاحظة أي استفسار اكتبوا على هاشتاج تويتر المغامر عبد الله العنبري. والله العظيم رغبة منكم ما نسيت الحفرة لكن إن شاء الله لي رجعة بدخل الحفرة. تصبحون على خير.